انت كنت عارف ان الحكايه حقيقه كده، ما كنتش ابتديتها من الاول. كانت لحظه جنان لما جبتك الجزيره هنا. الجزيره دي فتحت عيني على حاجات كتير، وانا كمان ما اقدرش اضحك على نفسي، انا بحبك انت. طبعا انا فاهم حب كارثه بالنسبه لنا احنا الاثنين. دلوقتي ما فيش قدامي غير حل واحد، ابعد عنك. انا قررت اسافر. هتروح فين؟ الهند. اشمعنى الهند؟ بلد زي غيرها. ضروري السفر ده علشان مصلحتك ومصلحتي. على العموم احنا كنا كده ولا كده هنفترق. شهر العسل اللي كنا متفقين عليه ينتهي بكره. ما تنسيش ان مهنتي هي اللي عرفتنا ببعض. حمدي، ممكن تبطل حكاية السرقة دي وتبتدي حياة شريفة؟ أحاول. يا رود، أنا مستعد أسلفك أي مبلغ أنت عايزه وتبقى ترجحه لي. مش خايفة إن أكلهم عليكي؟ أنت نفسك فين؟ أنا اللي نفسي فيه بين إيديا. هتسافر؟